يعني العمدة الهمام هيركب 1000 فدان تقريبا. والله واتفتحت لك طاقة القدر يا ابن الحسيني. خالتك على قد ما هي فرحانة انك فعلا صدقت بوعدك وجيت، لكن برضه مستغربة. زي مستغربة ليه؟ كمني ما غبتش وجيت على طول تقريبا. لكن انا حاسس كده ان انت قررت تسافر فجأة، فقلت في عقل بالك لما الحق اجي بسرعة وازور خالتي. دي حاجة. الحاجة التانية في موضوع مهم عايز رأيك فيه. ده غير موضوع اللي اسمه الحب ده. هتمسك عليهش بقى بكري كل شوية. الموضوع ده حاجة تانية خالص. سمعني يا عمدة. أنا النهاردة كنت مع الوفندي وفتحنا شارك معهم في السياسة. بكري يلا يا ولاد، يلا يا عمدة، الغدا جاهز. اتفضلوا. كانش فيه لزوم تتعبي نفسك يا خالتي. تعبك راح يا دماي. دي طلتك عليا تستاهل الدنيا وما فيها، وعزايم ودبايح. اتفضل. امال فين اختك يا بكري؟ سافرت لابويا بورسعيد. اصل يا سيدي جوز خالتك من يوم ما اشتغل في شركه الكنال وهو كل شويه يبعت لفوزيه تروح تقعد معاه هناك يومين، وبعديها يرجعوا هما الاثنين ويقعدوا لهم هنا كمان يومين. يمكن كمان يوصلوا دلوقتي ويلحقوكوا على الغدا. خلي بالك من ابن خالتك، اكله. وانت يا خالتي؟ سبقتك يا ضنايا، اروح اصلي العصر بقى. قولي بقى فتح الله، ايه حكايه اشراكك في السياسه دي؟ وانت وافقت على الكلام ده ولا لا؟ ازاي يا بكري؟ انت مش قلت لي ان السياسه دي خطر؟ اه طبعا، وخصوصا السياسه اللي قصتها علوه فندي ده، لانها هتوقعك جامد مع الانجليز. وعلى حد علمي ليهم معسكر كبير في رشيد وفي الدقهليه، جاركم عدل. ولا بنشوف لهم خلقه. ما هي دي سياستهم، خصوصا بعد اللي حصل في دنشواي من كام سنه. القياده بتاعتهم منعتهم من الاحتكاك بكل الفلاحين. تعرف يا علام، انا مستغرب، هو في عمده يسيب بلده المده دي كلها؟ بيعمل ايه في مصر يا علام؟ يعني هعرف منين يا حماد؟ ما يمكن بيزور الجماعه جماعته وبنت الحاج عزاه. تتلام عليا يا علام؟ وانت مش رحت له مرسال ورجعت؟ ايوه رحت له، بس ما سالتوش انت قاعد حداك ليه؟ ولا هتفضل كتير بعيد عن البلد ولا لا؟ بس بس بس، ايه انت اتحمكت جو كده ليه؟ انا قلت يمكن لاحظت حاجه ولا عرفت خبر من عند الحاج عزام وانت هناك. ما انت سالتني يا حماد اول ما رجعت وقلت لا. هي صوره؟ اني حطرشك من جنابي يا علام. الحاجه ست اخواتها مأجله موضوعي اني ورضوانه لغايه العمده ما يرجع من المحروسه، والعمده ما رجعش في ميعاد وباين انه مطول هناك. ما ترسى مال يا حماد، يرجع وقت ما يرجع. على الاقل تكون نفسيته هدت من ناحيتك وغضبه عليك خف وانتهى. اصلا وحشاني جوا يا علام. اهو ديه الكلام الطري اللي ما يليقش بالرجاله. اتحشم وخشني شويه يا جدع. ما تقوليش انا الكلام ده يا علام. الله يرحم ايام ما كنت بتسهرني جارك وانت بتناهني على بنت الحاج ايوب وتقولي دبرني يا حماد، شوف لحل ابوس ايدك. انا عمري ما قلت لحد ابوس ايدك، وما كنتش بنهنه ولا حاجه من دي خالص. طب عيني بعينك كده. وعلى العموم دي حكايه قديمه ومسيرها تنتهي. استني بقى، حكايتي لسه جديده ونارها موجوجه. تعرف يا علمني بفكر في ايه؟ في ايه يا سخاوي؟ اسمع كلامك القديم واخطف رجلي وازور سيدي ابراهيم. شلاه يا سيدي يا ابو العينين. بس ايه المناسبة يا حماد؟ دي أول مرة تقول فيها إنك عايز تزور ولي من الأولية. ليه يا أبا يونس؟ واني مش بحضر مولد شيخ العرب في طنطا كل سنة. المولد مولد يا ابن أخويا، ومولد الدسوقي مش عمران دلوقتي. لسه له شهرين بحالهم. فيها إيه بس يا عم؟ ما فيهاش يا حماد. إنما قول لي، أنت رايح لوحدك ولا في حد معاك؟ هاخد جعفر ابن عمه معايا. ده انتوا متفقين بقى حاجه زي كده. طيب روح انت الاول وبعت لي مرات عمك. حاضر. عم رضا كلمي عم يونس. حاضر. بتندهلي يا حاج؟
حماد بيقول انك عايزني. هما كلمتين يا حاجه وارجعي للي كان في ايدك. خير يا حاج. الواد حماد طلع في دماغه انه يزور سيد ابراهيم الدسوقي. عندك خبر؟ منين يا حاج؟ هو في حد في الدار دي بيقول لي على حاجه؟ مش ده المهم يا روضه. انا مش عارف ايه السبب اللي خلاه شطان في زياره الاوليه. مش اي اوليه يا ابو جعفر. تقصدي ايه يا روضه؟ اياكش ما تعرفش حكايته مع اخت العمد فتح الله. ها؟ حكايته مع مين؟ السماح بقى عفينا. استني يا اوليه، قولي لي ايه العباره بالظبط؟ يا حاج انت شيخ البلد وفتح الله يبقى العمدي، واني ما خلصنيش توجع صباع. كلم يا روضه ما تنشفيش ريقي. هقول لك بس خصيمك النبي تاخد الجدع بالراحه وما تاذيهوش. يا رب هونها علينا وسهلها اكتر من كده. القرفه يا سي علاء والشكرين يا غنيمه، زمايلك فين امال؟ مفيش غير التمليه المقاطيع دول. كتر خيرك علاء. بس احنا لا تمليه ولا مقاطيع، احنا مزارعين بنفلح ارض ومش عايشين على صندوق جمع القرواني زي غيرني. بتقول لي الكلام ده يا ابن الطرحلي؟ اللي على راسه بطحه يحسس عليه. اسكت ساكت يا سعداني. اكسر الشر يا سعداني وابعد بعيد عنينا. مش هو بس اللي هيبعد يا غنيمه، واني كمان. حصل خير يا سعلاء. يلا بينا يا سعداني. يلا. طب مش هتقول لعلام على الخبر اللي كنت جايبه له بشاره؟ يلا ايمها بقى يا سعداني، فوت بينا من هنا. استنى يا شماس، خبر ايه اللي كنت جايبه لي بشاره يا سعداني؟ ما تسمعش كلامه يا سعلاء، دي هو مخبوه. انا مش هسيبه الا لما يقول اللي عنده. طب ومسكني ليه؟ انا مش هتكلم الا لما تسيبني خالص. ها اديني سبت. يلا اتكلم. الست بنت عم ايوب السخاوي اللي كانت متجوزه في البرولوس مال رجعت ضربوها في عزبه السخاوي، وبيقولوا كمان انه جوزها رمى عليها اليمين. طب وني وني مالي بيه؟ انا ما اعرفش، عبدي ومجاور هم اللي قالوا لي انه الخبر ده يهمك، واحنا كلنا عارفين الحدوتي. الجر بقى يا سعداني وامشي من هنا. اجيب لك شويه بن بدل الجرفه اللي بردت. بلد ناسها بقوا وحشين قوي يا غنيم، زيها زي اي بلد متطوحه على شمال السما في البراري. العب كله شر يا سعلان، ربنا يسترها معانا. سعلان سعلان ابو جوره مالك في ايه؟ شيخ البلد عايزك حالا. ده كان معايا من يجي ساعه، وبعدها كانه فص ملح وداب، وقالوا لنا انه كان عندك قبل ما يجي الدار. اه وفات عليا بعد ما مشى من داركم بس الحاج. وساكت يا علام، وراح فين بعدها؟ خد جعفر ابنك وقالوا انهم نازلين كفر الشيخ ومنها على تسوق يزوروا سيد ابراهيم. ده كان موضبها بقى، وكانه خد الكلام من على لساني وجرى. هي ايه دي اللي موضبها يا سي الحاج؟ ها لا لا مفيش حاجة يا علام. امال ايه اللي مقدرك كده يا سي الحاج؟ مفيش يا علام مفيش. استر يا رب، استرها من عندك يا رب.